صباح الخير عليكم مشاهدينا متابعين قناة الصحة والجمال ومتابعين برنامجكم صباحك أحلى. النهاردة معانا كيان راديو كاسيت، كيان جميل ولذيذ هنتعرف عليه مع بعضنا. ازيكم؟ نورني. عرفونا بنفسكم. أنا شادي سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة راديو كاسيت للموسم الثاني، وكنت مستشار راديو كاسيت في الموسم الرابع، وحاليا وكيل محطة راديو كاسيت. أنا خلود محمد، مساعد مدير تنفيذي. شغلتي ان انا بدور على افكار اكتر لتطوير الراديو طبعا، واحنا كجهه كاداره تنفيذيه مسؤوله عن اي افكار طبعا لتطوير الكيان ده. انا سمر سعيد، مساعد وكيل اداره راديو كاسيت. انا بساعده في ان هو يقدر يقوم بشغله يعني المطلوب منه، وبنظم في الاستوديو يعني بنظم الحلقات وكده، وازاي اوفر جو نفسي مناسب للمذيعين يليق بكيان راديو كاسيت. انا ميار عمرو، معاون نائب رئيس مجلس اداره راديو كاسيت. باختصار انا بقوم بان انا بساعد نائب رئيس مجلس الاداره في اداره شؤون الراديو واداره الكيان بشكل عام، وحلقه وصل ما بين الجهه التنفيذيه وما بين نائب رئيس مجلس الاداره. طبعا انا فخوره جدا بانتمائي للكيان ده. طبعا انتوا حاجه، انا فخوره بيكم جدا. انتوا طلاب صح؟ بتدرسوا ايه؟ اعلام. كلكم في نفس الجامعه؟ لا لا، انا جامعه اعلام، كليه اداب جامعه عين شمس، قسم اعلام. وانا نفس الكلام. انا معهد عادي اعلام، معهد عادي اعلام، مدينه الثقافه والعلوم. انت معاهم؟ نفس الكلام. طب انتوا عرفتوا بعض ازاي؟ طب انتوا في الجامعه انت ايه وضعك؟ انا واحده صاحبتي، يعني هو كان في لينك نازل ان مطلوب مذيعين ومعدين لراديو كاست. واحده صاحبتي قالت لي ايه رايك تيجي نقدم وكده، فمليت الابلكيشن، واستاذه هاجر برهان كلمتني ساعتها وحددت معايا ميعاد الانترفيو. رحت عملت الانترفيو والحمد لله اتقبلت يعني، وبقيت جزء من الكيان. والسيزون ده بقيت جزء من الاداره، يعني قبل كده كنت بقدم وبعدين بقيت بي ار، وحاليا جزء من اداره راديو كاست. طب انتوا مين صاحب فكره الكيان؟ استاذ يوسف اشرف، رئيس مجلس الاداره، هو صاحب الفكرة. طب انتوا وصلتوا له ازاي؟ عرفتوه ازاي؟ هو في سنة رابعة كلية آداب قسم إعلام جامعة شمس. فهو كان جه اتعرف علينا، ولقى ان في كل واحد فينا في دماغه فكرة، في دماغه ان هو مجال الإذاعة، في موهبة الإذاعة نفسه. فهو كان هو أصلا شخص مجتهد جدا، وهو بالنسبة لنا أخ كبير. فهو حب ان هو يعمل فكرة جديدة في الجامعة ما اتعملتش خالص، راديو أونلاين، هو راديو كاسيت بس. ف عملنا هو يوسف عنده فكره حلوه ان هو بيحاول يعمل حاجه تليق بجامعه عين شمس، فدي حاجه حلوه ليه. وبعدين الحلو فيه ان هو اصلا كشخصيه ما شاء الله يعني طموحه جدا وذكيه، لا يعني الاعلى حاجه ممكن تتخيليها، فدايما عنده حاجات متطوره ان هو يطور من اللي حواليه. والفكره كمان يعني ان هو ياخدنا معاه والحاجات دي، فدي حتى بتنمينا احنا كان احنا في القسم وكده. بالظبط، عايزه اتكلم في الحته دي ان هو مش طماع، لا هو بيحب الخير لغيره وعايز الكل يظهر معاه، يعني كلنا ايد واحده حقيقه فعلا. طب انتوا مين فيكم اول حد دخل الكيان؟ استاذ يمكن شادي اكبرنا. هو انت ادهمهم. طب انت شايف الكيان ايه، او ايه وجهه نظرك ليه؟ صحيح، هو راديو كاسيت بشكل بسيط هو شباب بيفكر بره الصندوق. ليه؟ لان هو بيحاول ان هو يضمن لنفسه في المستقبل مكان يليق بيه، لان هو شايف ان هو ما ينفعش يكون زي اي حد. ده من خلال ايه؟ ان هم مؤمنين ان الحلم اساس النجاح. الدليل على ده ان بدايتنا كانت بسيطه جدا، يعني كانت بسيطه من حيث الانتاج ومن حيث التكلفه. احنا كنا بنسجل عن طريق لابتوب ومايك، نبدا تسجيل حلقات. بعد كده بدانا نطور، عدد برامجنا زاد، بقينا نسجل في استوديو. الاداره نفسها كبرت. الاداره اللي عملنا كيان، فرعنا الاداره، بقينا في فروع، في تيم البي ار، تيم الاتش ار، ميديا تيم. بس فده انا حابه كمان نتطور اكتر، بقينا لنا صندوق مالي. هو الموضوع اصلا من الاول كان معتمد على التمويل الذاتي، يعني احنا كان كاداره كشرط دخولك للاداره بتعمل سهم داخل الصندوق، مصروفنا الشخصي. فاحنا اصبحنا مش مجرد اداره، اصبحنا اونرز في المكان، بنمتلك الكيان ده. بس فحبه حبه ده نتطور. حاليا بقى لينا سبونسر، بقى بنطرح اسهم لرجال الاعمال. بس احنا كشباب هو بنفكر ان احنا نمكن بعضنا وناخد بايد بعض ان احنا ننجح في المجال ده او اي مجال تاني. ليه؟ احنا اتربينا او طلعنا على القياده السياسيه الحكيمه، طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول معلمنا ان احنا ناخد بايد بعض كشباب، وان احنا نمكن بعض بالنجاح وفي اي مجال تاني، اي مجال، مش خاص مش بس مجال الاعلام او مجال الاذاعي.
فاحنا اتربينا على كده بس. ولينا برضو انشطه تانيه يعني، في انشطه مسرح كاسيت، انشطه غناء تي في كاسيت، بس بنحاول ان احنا وبنجني ثمارنا من ان احنا بنلاقي في كوادر اعلاميه بتخرج من عندنا. يعني في اللي راح عندنا من عندنا اذاعه الشرق الاوسط، في اللي راح اذاعه شباب الرياضه، في اللي راح قنوات فضائيه، فاحنا بنفرح وبننجح، بنبص لنجاحنا ان في ناس خرجت من تحت ايدنا والحمد لله دلوقتي موجودين على الساحه الاعلاميه، بنتشرف بده يعني. بس لا وانت فعلا كيان يشرف. طيب انت كنت حابه بس اضيف حاجه؟ اتفضلي. طبعا كمان هيتم الاعلان عن المقر الجديد للراديو كاسيت الاسكندريه ان شاء الله. هو بس المقر الوحيد كان ليه في القاهره، في الدقي. ان شاء الله خلال ايام هنعلن عن المقر الجديد في اسكندريه ان شاء الله بالتوفيق. طب انتوا لما حد بيجي لكم عايز يسجل عندكم، انتوا بتدي له فكره ولا هو بيبقى جاي معاه فكره؟ لا حد حابب هو بيبقى فيه حاجتين يعني، بيبقى معانا افكار اصلا جاهزه. لو الشخص جاي اصلا بفكرته تمام يعني، مفيش مانع ان هو يقدمها. وبيبقى في افكار جاهزه بحيث ان هو ممكن يختار منها فكره، لو عجبته فكره تمام يعني بياخدها يعني. هو الموضوع بيبقى زي نقاش يعني، في فكره تمام الاداره موافقه عليها وما فيهاش اي حاجه، تمام بنبدا بقى نظبطها وننفذها. مفيش فكره مثلا دي، هو احنا برضو بنقترح وهو برضو ليه حق الموافقه والرفض. لو مش موافق مثلا ممكن نشوف فكره ثانيه. بس طبعا الجهه التنفيذيه عندنا بتبقى مسؤوله ان هي ما تبقاش فيها افكار متشابهه. الافكار المتشابهه طبعا مرفوضه رفض تام، اللي هو مش هنقدم نفس المضمون ثاني. زي ما كنت بقول لحضرتك، اللي هو الجهه التنفيذيه اللي هو بتاعتنا مهمتها ان هي اصلا تطرح الافكار للراديو. طب انتم موافقين ازاي بين الكيان ودراستكم؟ كلكم كده عايزه اسمعها. سهله جدا. هي الفكره اصلا الدراسه عندنا سهله يعني، اعلام سهله متاكد. جدا. هو العملي عندنا بيبقى صعب، اللي هو في مشاريع تخرج ده اللي بيبقى صعب شويه، لكن كدراسه لا الدنيا سهله يعني. والدكاتره عندنا اصلا، هو الميزه عندنا واللي بيساعدنا ان احنا نقدر نوفق بين الدراسه والكيان، ان الدكاتره عندنا دكتور هبه شاهين او اي دكتور عندنا او معيد بيلاقينا ان احنا شباب ناجحين فبيساعدنا اكتر فبيدعمنا. وبعدين كمان الراديو بيعلمنا حاجات برضو ليها علاقه بدراستنا بحكم الشغل والتعامل، فده برضو مفيد لينا احنا وبيدينا خبره قدام. عنصر الثقه ده الصراحه فعلا اكتسبناه من الراديو، ده غير اننا اصلا ايد واحده يعني، الشغل مثلا بدل ما شخص او شخصين يعملوه بيتوزع علينا كلنا، فبالتالي ما بيبقاش في ضغط كبير. يعني احنا ممكن يبقى كذا تايتل، بس الفكره ان ممكن حد يشيل الشغل برضو كله. طيب انتوا ايه المشاكل اللي قابلتكم اول ما بداتوا الكيان او اول ما الكيان بدا؟ اي مشكله بتبدا بتبقى موجوده في اي مشروع شباب هي الفلوس، فزي ما بقول لحضرتك عشان كده قلت لحضرتك التمويل، فكان عندنا مشكله في التمويل، فاحنا بدانا بتمويل زي ما قلت لحضرتك، عملنا صندوق مالي ومصروفنا الشخصي. بعد كده حبه حبه الحمد لله الدنيا يعني احنا نقدر ان احنا نعمل كيان كويس. طب انتوا ازاي قدرتوا توصلوا فكرتكم للناس، او ايه اول حاجه حصلت عندكم في الراديو سمعت عن الاسم الراديو؟ اللي هو خلاص بقى راديو كاسيت حاجه معروفه. محتوى البرامج فرق كتير معانا. المحتوى كان هادف شويه فشجع الناس ان هي تتقبلنا. وبعدين السوشيال ميديا دلوقتي بقت تساعد على الحاجه انها تنتشر بسرعه جدا، فمع الشير واللايكس والناس الحمد لله بتتابع البيتش بتاعتنا كتير وبتحب البرامج وبتتابعها باستمرار، فده ساعدنا اكتر على الانتشار وان احنا نتعرف اكتر واكتر. حتى اصلا الموضوع دلوقتي بقى موضه يعني، في كذا راديو ظهر من حوالينا يعني، احنا بنعتبر نفسنا راديو كاسيت الصداره في ان هو يستفز الناس، ان هو ياخدوا بايد الشباب وان هم يعملوا يبقى ليهم ان هم يمكنوهم ان هم ينجحوا في مجالهم. فاحنا بنعتبر نفسنا الصداره في الموضوع ده يعني. وبالتالي برضه لما شخص يجي يشوف الاداره ماشيه ازاي وكده والشغل ماشي ازاي، فهيروح ينقل الصوره للناس بره، فاحنا كبرنا برضه عن الطريق ده، اللي هو الصوره بتتنقل لكذا شخص، هي صوره اكيد كويسه، لو ما كانتش كويسه ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. بس طب ايه اكتر برنامج عاجب كل واحد فيكم؟ هو انا بالنسبه لي انا اصلا كنت مقدم يعني، انا بدات بمقدم برامج برضو في الموسم الاول، كنت عامل برنامج اسمه ايرون اير وبرنامج مسلسل اذاعي اسمه هو وهي. طبيعه تحيز لبرامجه يعني. والله ده شيء اساسي. لا بس في حاليا السيزون ده في برنامج اسمه ولاد كعب برضو مسلسل اذاعي، في كان عندنا ديزني كاسيت، في مواهب كاسيت. لا احنا برامجنا كلها حلوه. ايه اكتر برنامج صدق؟ هو برنامج اللي هو ولاد كعب، هو حقيقي عاجبني جدا لان هو يعني تحس ان هو بيحكي لك حكايه، مش فكره بقى بيفصلك، لا يعني انا وكمان الناس وهي بتلقي بيدخلوكي في المود جدا، فبجد ما شاء الله عليهم يعني.
اول برنامج مواهب كاسيت، لان ده كنت بقدمه انا وصديقتي يعني خالص. وباقي البرامج طبعا. اكتر برنامج، اكتر برنامجين شدوني عظمه على عظمه وملح السيما، يعني بيتكلموا عن تاريخ السيما وتاريخ السيما المصريه بشكل خاص، فالموضوع كان لطيف جدا. الفكره عندنا احنا ما عندناش برنامج شبه التاني، حتى كل سيزون بنلاقي برامج مختلفه عن السيزون اللي فات، جوه سيزون برامج مختلفه جوه سيزون، في وسط الزحمه في برامج كتيره جدا يعني. عظيم جدا البرنامج ده الصراحه في وسط الزحمه. طب انتوا ازاي قدرتوا تقدموا الفكره للناس؟ يعني ازاي الناس ازاي عرفت الناس جات لكم وسمعت عنكم، او انتوا كنت ايه الدعايه اللي عاملينها في البدايه عشان الناس تعرفكم؟ هو السوشيال ميديا والجامعه، يعني الجامعه اول حاجه عشان دفعتنا اللي حوالينا، الدفعات الاكبر مننا الدفعات اللي اصغر مننا فبيعرفونا، احنا مثلا بنقول لاصحابنا اصحابنا بيعرفوا اصحابهم وهكذا، فاهماني الموضوع. وكمان السوشيال ميديا ساعدتنا على ده اكتر. طب انتوا بداتوها كلكم في البدايه اللي هو كجو صحاب وكده، اصحابكم عارفينكم فكاصحاب دخلتوا عرفنا بيساعدونا بحاجه زي كده. وبعدين كان لينا برضو يعني يعتبر الضجه بتاعتنا الاولى كان المهرجان الاول لراديو كاسيت. احنا عملنا مهرجانين، مهرجان توزيع جوائز للمقدمين المقدمين بحضور المهندس اشرف رشاد ودكتور سوزان الكليني عميد الكليه بتاعتنا والدكتور هبه شاهين والاعلامي اسامه منير. كل فتره بنعمل مهرجان يعني 4-4 و10-10، فده بيساعد ان احنا نبقى نظهر اكتر، يعني مفيش اي راديو ظهر حوالينا ما عملش فكره مهرجان. بس طب انتوا 14/2 في حفله لم الشمر، 14/2 الجاي هتبقى حفله لم الشمر ان شاء الله. الله ربنا معاكم. طب انتوا الكام ده كده توصل لايه، او القناه واصله لكام متابع؟ 50,000. كويس. طب وصلت لك قد ايه؟ الخمس مواسم على على مر مدار الخمس مواسم. طب الموسم ده زاد ولا لسه؟ ما هو زاد. سيزون ده رفع جدا، مع كل سيزون الناس بتزيد عشان عدد البرامج بتزيد، الناس بتعرف الراديو اكتر. بس طيب انتوا الموسم ده كام برنامج عندكم؟ الموسم ده حوالي 80 برنامج، وبنفتح كل فتره اللي احنا لان الموسم ده سنه، احنا اول مره نعملها بنشتغل سنه كامله نقسمها على 3 مراحل 3 ترمز، فكل ترم بيبقى فيه انترفيو تاني للبرامج عايزه تخش تاني، فعشان كده عدد برامج كتير في السيزون. تمام. لا كويس ما شاء الله، السيزون فعلا فيه عدد برامج كافيه جدا ليكم. لا بتمنى لكم بصور جميل. طب انت ناوي على ايه بعد كده في الكيان؟ ناوي على ايه تعمل راديو كاسيت، حاجه عايز تقدمها؟ هو احنا بنحاول قد ما نقدر احنا بس نخدم الشباب اللي زينا، لان هو اللي مش هيحس بشاب غير الشاب اللي زيه، اللي هياخد بايده زي استاذ يوسف اشرف ان هو حاسس بينا كلنا، لقينا كل واحد جواه حلم عايز يحققه، فلا انا هاخد بايدك من غير اي مقابل، هو مش مستني مننا حاجه، لا انا هاخد بايدك، لان في الاخر انت لما تنجح عائد نجاحك هيعود ليا انا او الاستاذ يوسف يعني وللكيان كله. بس فاحنا كل حلمنا ان احنا نخدم الشباب اللي زينا والاصغر مننا اللي جاي في المجال ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لك ايه اللي عايز تقدمه للكيان؟ بصي، هو الكيان ده علمني ان انا ادي، يعني ادي بصراحه وباخد خبره قدام، يعني يمكن الخبره اللي انا خدتها بصراحه كانت كفيله جدا، ادتني ثقه بنفسي، ادتني اكتر تعامل، ادتني معارف. طبعا الراديو عرفني على ناس كتير وطبعا شخصيات مهمه. بس فبصراحه انا حابه افضل في الكيان ده لحد ما يكبر طبعا اكتر واكتر، وكل ما يكبر يعني احنا اكيد بنكبر معاه. بس بالنسبه لك؟ هو انا يعني عايزه افضل دايما عند حسن ظن استاذ يوسف اشرف بينا كلنا، مش بيا لوحدي. عايزه ان احنا دايما نفضل في تطور، يعني السيزون ده زي ما قلنا حضرتك ان احنا زدنا عدد لايكس كتير جدا جدا، وبرده البرامج زادت جدا، فانا يعني حابه ان احنا نفضل دايما في التطور ده. عايزه نفضل في موجودين جوه الكيان، روح واحده، اسره واحده، احنا دايما فعلا حاسين ان احنا مش صحاب، احنا اسره. عايزه نفضل نكبر اكتر مع الكيان، والكيان يكبر بينا ونكبر بيه. فعلا شيء عظيم انك تشوفي حاجه بدات من الاول خالص وتفضلي تكبري بيها تدريجي. هو انت بقالك من الموسم الثاني؟ لا انا من المؤسسين، انا اونر في الكيان اصلا، يعني من 5 مواسم. طب وانتي؟ انا كنت موجوده اصلا في الراديو، بس ما كنتش من ضمن التيم الاداره، بس من ضمن تيم الاداره في السيزون ده. بس انت من اول موسم موجوده يعني، او عارفه عنه؟ لا، من الثالث بالظبط. انا السيزون الثالث برضو كنت بادئه، ان انا كنت مقدمه، والسيزون ده كنت جزء من الاداره. نهايه الموسم الرابع والموسم الخامس اهو، كان شيء عظيم بالنسبه لي ان انا كنت طالبه في اولى اعلام
واشترك في حاجه زي كده، وكانت حاجه حلوه جدا من سنه اولى اعمل حاجه زي كده. طيب وطبعا عميد الجامعه بتاعكم؟ طبعا دكتور، يا دكتور سوزان الكليني، بس هي حاليا يعني ما بقتش العميده في الكليه، فيها دكتور مصطفى مرتضى بيدعمنا، ودكتور هبه شاهين رئيسه القسم، يعني اكبر دعم لينا اصلا رئيسه قسم اعلام جامعه عين شمس. كل الدكاتره تدعمنا، وده السبب ان احنا بنقدر نوفق بين الدراسه وبين الكيان اصلا. بس طب انت بدات اول حاجه بدات فيها ايه، ولا اول حاجه عملتها في حياتك بالنسبه للاعلام راديو؟ بالنسبه للاعلام لا، اول حاجه كانت الراديو. ما عملتش اي حاجه تاني؟ لا. لسه؟ لا لا لسه. طيب انا بعيدا عن الراديو يعني كنت بكتب في كذا موقع وكده، بس اول حاجه بداتها فعليا هي راديو كاسيت، بعد كده عن طريقه يعني فتح لي حاجات تانية للصحافه او كده. اول حاجه كانت راديو كاسيت، اول خطوه ليا. هو انتوا اصلا كلكم اذاعه تلفزيون ولا فيكم صحافه؟ لا لسه اصلا تخصصنا. انا تخصصت اذاعه احنا لسه. طب الحمد لله بالتوفيق. طب عايزاكم تقولوا كلمه للكيان او حاجه حابين تشكروا الناس. بصي انا بس كنت حابه اقول يعني انا هشكر الشخص اللي اسس الكيان اول حاجه. انا بس كنت عايزه اقول ان احنا حقيقي من غير توجيهاته كانت الدنيا هتبوظ، عشان يعني هو بيوجهنا كتير قوي، وغير كده عنده نظره مستقبليه بصراحه. يعني مثلا بيقول حاجه، عارفه انت ما تحسي ان حد عنده بعد نظر، اللي هو حاجه انا عارف ان هي هتحصل قدام، لا وبتحصل فعلا، يعني مش مجرد صدفه، لا لو مره واثنين وثلاثه، لا يعني ما شاء الله حد عنده بعد نظر جدا، فاحنا عشان كده بنثق فيه لابعد حد ممكن تتخيليه. خلاص لو استاذ يوسف قال حاجه خلاص تمام ماشي احنا موافقين. بس فانا بجد حابه اشكره جدا على اللي هو بيعمله، وان هو دايما معانا، ودايما لما حد فينا مثلا دعمه بيقل طبيعي بيجي علينا فتره اللي هو بيحصل لنا مثلا ظروف او كده، ودايما بيبقى معانا وبيساعدنا سواء ليه علاقه بالراديو او لا بصراحه. بس حابه توجيهها كده. انا طبعا حابه اشكر استاذ يوسف اشرف، استاذه سلمى وجيه، استاذه هاجر برهان، استاذه ندى، كلهم عشان استاذ مريم، استاذ شادي، استاذ طبعا استاذ عايز. وحابه اشكر تيم البي ار اصلا، الراديو قايم بيهم، والمذيعين والاعداد، يعني بصي كلنا ايد واحده، كلنا بنكمل بعض فعلا. فانا حابه اشكرهم كلهم. طبعا انا حابه اشكر الاسره كلها، اسره راديو كاسيت اسره عظيمه، انضمامي ليهم شرف لاي حد، وانضمام اي حد ليهم شرف. طبعا على راسهم استاذ يوسف، حد مجتهد جدا، حد طموح، حد تعبان في شغله، ربنا اكيد هيكرمه، وهو ده اللي بيحصل فعلا. ربنا معانا كلنا، ويوفقنا يا رب، ونشوف المجال ده بيكبر اكتر واحنا فيه يا رب. يا رب ان شاء الله. طب عايز اسالكم سؤال، بالنسبه للي حابب يجي يقدم عندكم راديو لازم يكون معاه سبونسر، ولا الراديو هو اللي بيدعمه؟ لا الراديو هو اللي بيدعمه، هو اللي بيقومله بالترويج، وهو اللي بيدعمه بحيث اي حاجه، لان هو بيبقى الحلقه بالظبط عباره عن 5 دقائق، فبندعمه بالاعداد، بنوفر له فريق اعداد، تيم اعداد مكون من 4 أو 3 حسب البرنامج محتاج كام اعداد، بنوفر له تيم بي ار ان هو يشير له الحلقه، يوزعها اكتر. بس بنوفر له كل حاجه يعني. طب انا عايزاك توجه كلمه للشباب او تقول لهم نصيحه. نصيحه الشباب عامه، هو الفكره بس ان اوعى تجيلك فرصه وما تستغلهاش، اوعى تجيلك فرصه وما تستغلهاش. يلا كلكم قولوا لي كل، اتفضلي كلمه لايه؟ طيب كلمه للشباب. اول كلمه للشباب، تمام. هو انا يعني مش هزود على كلامه حاجه، بس خلي فيه ثقه، اللي هو ايه يعني ندوس باختصار، يعني اي حاجه اللي هو مش قلق او توتر، او مثلا انا مش قويه قوي في الحته دي، لا انا هجرب ما يمكن تظبط. بس حابه اوجه كلمه اللي هي يعني بلاش نستنى بعد التخرج ونبدا نشتغل، يعني انت بتضيع عمرك على الفاضي من الاخر يعني. لا انا عايزه اكد على كلامهم مش اكتر، بجد فعلا انا استفدت من كلامهم ده امبارح للنهارده، غير كتير فيا، يعني قعدتي قدامك دلوقتي فعلا غيرت كتير فيا، ادتني ثقه. ففعلا لازم ناخد الخطوه، لازم نعمل حاجه مختلفه، لو ما عملناش حاجه مختلفه يبقى احنا ما عشناش حياتنا، ما عشناش فترتنا. شكرا ليكم، بجد انبسطت معاكم، كانت فكره جميله، واتعرفت على اجمل كيان، وان شاء الله دايما موفقين ودايما ناجحين كده. اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا في الحلقه الجايه.